لو حبينا نقول فين غضروف الركبة وإزاي برضو بيحصل ليه قطع في غضروف الركبة والآثار المترتبة عليه. غضروف الركبة ده بيبقى غضروف احنا بنسميه بالبلدي كده مخدة جل، ماشي؟ مخدة الجل دي بتبقى مسؤولة عن توزيع الوزن بتاع الجسم اللي نازل على الركبة نفسها، بحيث ان هو يستحمل الوزن القائم عليه من الجسم كله، ما يحصلش ضغط على الركبة جامد. بيحصل له قطع نتيجة خبطة جامدة، ماشي، في الرباط سواء داخلي او خارجي، بيحصل خبطة جامدة فبيحصل له مشكلة، يحصل له بقى ممكن كدمة عادية، ماشي، ممكن يحصل له لا قدر الله قطع او حاجة. الحاجات دي كلها قطع للغضروف نفسه اللي هو مخدة الجل، بيحصل قطع نفسه، تمام. ده بيحتاج تدخل جراحي، تنظيف، وبعد كده احنا بنعمل تقوية للعضلات. تمام. لما بنعمل تقوية للعضلات الركبة بترجع تاني زي ما هي عادي جدا ولا اي حاجة حصلت، او بتستعيد قوتها ووظيفتها كما كانت من الاول. يعني بالظبط، يعني في ناس كتيره بتقلق من جراحه العظام كمان، ويعني ما بتبقاش مطمنه شويه للعلاج الطبيعي اللي بيحصل بعدها انه ممكن يرجع وظيفتها كما كانت. ما هو على حسب التمارين اللي احنا هنعملها، لان دي بتبقى تمارين محدده، تمام، بتبقى من اخصائي فاهم شغله، يعني هو مش اي حد هيعمله. فالتمارين دي هي اللي بتقوي العضلات وفي نفس الوقت بتستعيد الكامل المدى بتاع الركبة سواء أمامي أو خلفي. فما احنا بنستعيد كامل المدى أمامي وخلفي، تمام، زائد ان احنا بنعمل تمارين تحميل كامل للوزن الجسم، خلاص هو بيرجع. وبعدين العمليات دلوقتي بقت سهلة جدا، يعني ما عادتش المواضيع متأزمة زي زمان أو حاجة، لا، المواضيع دلوقتي بقت طب نيجي